أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذا البرنامج، اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم، وبصحبتنا شيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد حسن. مرحبا بك شيخنا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. نرحب بكل مشاهدينا الذين يودون الاتصال عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأسئلة والاستفسارات التي يرد عليها الشيخ الجليل من خلال هذا الاتصال الهاتفي وعبر الإيميل الذي سيظهر أيضا على الشاشة. الشيخ بنرحب بك من جديد ورحب بكل مشاهدينا الأعزاء. نحن حقيقة تعودنا أنه في كل حلقة نحدد موضوع معين من الملاحظات العامة أيضا في هذا الشهر الكريم. يعني بنلقى أنه قريب الإفطار الناس بيكونوا نهمين جدا أنه يشتروا بعض الأشياء، يعني يمكن يكون مرات تكون زايدة عن الحاجة. صحيح. وده بيصف في باب التبذير. يعني نحن لو خدتنا اليقين وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وبدينا هذا الشهر الكريم، هو أصلا شهر يؤدب النفس قبل كل شيء. فعلا. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا زي ما قلت، الواحد لو لاحظ كل بيت بيلاحظ أنه أصرف عليه حلة الملاح عموما وما حولها في رمضان أكثر من في الفطر. هاي مع أنه في رمضان المفروض يكون الصرف يكون أقل، لكن زي ما قالوا في المثل، فلان بيأكل بعيونه. والزول لما يكون صايم يتخيل لي أنه بيحياكل كمية كبيرة من الأكل. عشان كده أم الولادات في البيت بتكتر المويات وتكتر المأكولات وكده. وبعدين كالملاحظ برضو بعد الناس ما يفطروا ويدعشوا تفضل بواقي طعام كثيرة. مصيرة وين؟ الكوشة. ونحن في رمضان المطلوب نقتصد في الصرف. يعني ما نجوع نفسنا، ما نقول لهم الولادات جوع أهل البيت، لا، شبعيهم، لكن يعني شوي يعني اقتصاد شوي، يعني نوفر لنا شيء، نقسم من الولادات، نوفر لنا شيء كمان عشان ناخذ الثواب بتاع الصدقه في اخر رمضان. نحن دارين كل بيت في اخر رمضان يوفر له قرشين يتفقد اهله وجيرانه والايتام والارامل والمساكين، نكسيهم عشان ناخذ الثواب العظيم في هذا الشهر العظيم. لانه الصدقه ثواب عظيم، والرسول عليه الصلاه والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمره. ولذلك إنه نصيحة لكل أخواتنا ربات البيوت، إن في رمضان ما تبذر كثير، ما تبذر كثير، اختصر عشان توفر الحاجة نعمر بها الدار الآخرة. أي نعمر بها الدار الآخرة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال. يعني سأل السيدة عائشة، كان ضبع حلو شاد والرسول كريم، وفرق الدودير ودي جيران وزع لي جيران، وقال للسيدة عائشة ما بقي لنا. قالت له لم يبق لنا إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم بقيت لنا كلها إلا كتفها. يعني معناه توزع الخروف كله، لحم الخروف إلا الكتف. ولما سأل عائشة قال لا بقت فضل لنا شيء، قالت له ما فضل لنا شيء غير الكتف. قال له كلها فضلت لنا إلا الكتف. معناه وزعنا للجيران والأرحام، ده ثواب السجل لنا، أما الكتف ده بقى ما حقنا. يبقى زي ما نحن دايرين باختصار نوفر عشان كمان نعمل الدار الآخر. نعم إن شاء الله. معنا أول اتصال هاتفي من أم محمد من الخرطوم بحري. مرحبا يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عزيز على الشيخ. نعم تفضل. أنا مثلا من يوم واحد رمضان جاتني الدورة. فما يعني من المفروض من يوم 6 اصوم، وحد الليلة انا يعني صمت ومباقي، لكن حد الليلة شايفة في حاجات ما عارفة اواصل ولا افطر. نعم كويس. طبعا هنا من كلام أخذنا فهمنا أنه عادتها 6 يوم، لأنه قالت من يوم رمضان كانت تبتدي تصوم من يوم 6 لكن ما صامت. يبقى أنت العادة بتاعتك معناته 6 يوم، المفروض كان مجرد ما تميتي 6 يوم تغتسلي وطوالي تقوم تصوم وتصلي. يبقى عشان نقول لأخوتنا أنت من يوم 6 رمضان، من يوم 7 رمضان أنت طاهرة. يبقى في الحالة دي أسع طوالي تغتسلي وتصومي وتصلي، والدم النازل بعد ده يسمى دم استحاضة، والمستحاضة طاهرة، تصلي وتصوم وتعمل كل ما يعمل الطاهرة. نعم.
اي لانه الاخوان الوحده لما يكون مثلا في شهر رمضان عاده على الدوره الشهريه بتاعت النساء بتضطرب، يعني ما بتكون منتظمه، وكل واحده فيك عارفه عادتها 5 يوم عادتها 6 يوم، مجرد ما بدت الدوره تعد الايام بتاعك ال5 يوم او ال7 يوم، مجرد ما تمت تختصر طوالي وتصلي وتصوم حكم الطاهرات، الدم الجاي بعد الايام المحدده يبقى دم استحاضه. نعم نعم. معنا عبد القادر من السعوديه، مرحبا عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. اولا عايز اسال الشيخ. نعم. انا صايم رمضان بنيه خالصه، بمشي واصلي في المسجد. لكن اثناء ما دخلت المسجد يعني خشمي بيمتل لعاب لدرجه انه لما الامام يسلم انا ما بقدر افتح خشمي اسلم الا طيب يعني يا اخي كده خلي اصبر لي، انت ما رجلك ده ما تبلع، البزاق ده ما تبلع، ما بيبطل الصيام يعني اذا بلعت ما فيها ما مشكله يعني تبلع. كل العلماء، ما في واحد من العلماء المعتمدين قال انه بلع الريق يبطل الصيام، كل العلماء بالاجماع ان زول صايم بلع ريقه ما بيبطل الصيام، حتى ولو كثر في خشم الزول وملا خشم وبلعه ما بيبطل الصيام. بس شنو؟ ساحة المضمضة للوضو، الزول بعد ما يتمضمض يمرق ميت الوضو ما يبلع ريقه طوال، يتفن مرتين ثلاثة بس عشان نطرد البزاق الملخبط بميت المضمض. بعد ذاك الريق اللي يجيك تبلعه طوال مهما كثر، بلع الريق ما بيبطل الصيام. هاي خذ قاعدة. طيب عندي سؤال ثاني. نعم تفضل. تفضل يا عبد القادر. عندي سؤال ثاني انا. اي يعني اثناء قبل السحور بدقائق. اي ف يعني اكلت عنب. شفت لي حبة صغيرة شديدة من العنب. اي يعني ما اعرف انا، فهل دي بتبطل الصيام ولا يعني انا حسيت بانها هي في حقيقة. بعد بيتين بعد ما الفجر طلع لقيتها في حلقة. ايوه بعد ما خلاص يعني سامي خلاص. نعم. بعدين تفنتها ولا بلحتها؟ لا بلحتها. بلحتها. كانت في طرف الخشم بيجاي ولا جوا في الحنجرة؟ بهي في الحنجرة. انا الحنجرة خلاص يعني ما بتسوي. ما بلحت لعابي وانا بطلع. ما بتعمل حاجة، ما تشغل نفسك، ما بتعمل لك حاجة ما دام جوا يعني الحنجرة. هاي ما بتسوي. النهاردة يكون نقول لك مثلا اضرب لك مثال، زول السحر ورقد نام بعدين صحى من النوم لقى له حبه تسالي او حبه فولاي او حمصاي في خشمه في السنون، قام بدل ما يتمرق يمسكه يتفنى بلعه. هذا بقى عاد الخطر هنا، لكن حقك دي في الحنجره هنا هاي ما بتجي مارقي، خلاص روحت خلاها تروح صيامك صحيح. نعم نعم نعم. طيب شيخنا يعني في المسائل اللي عندنا ايضا، يعني امبارح تكلمنا عن الربا. ايوه. الليله في سؤال بيقول انه زول عنده اموال كثيره جدا خارج البلد مثلا، خارج البلاد الاسلاميه عموما، بيتعامل مع بنوك ربويه اصلا. ايوه. هو اصلا لغرض الضروره التجاره بيتعامل مع هذه البنوك. سمع. والان هو بيشيل هذه الارباح بيوزعها على المساكين. أيوة. هل يجوز؟ ايوه، هي فعلا زي ما ذكرت في بلد اجنبي، وبدل ما نخلي لنا الفائده دي أنا وزع للمساكين خلاص. لكن هو غايته ثواب، الله أعلم أنه يكون عنده ثواب، لأنه الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والمال الفايدة الربوية دي مال حرام، وما هنا هو أخير بدل ما يخلي لي ناس ديلة يوزع المساكين. نعم. معنا أم خالد من كوستي. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بسأل مولانا الشيخ سعيد سؤالين. مرحب. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي فيلا وما قاعد أصوم، وعايز أعرف الكفارة في الزمن ده، أن أنا أكفر كم في اليوم مثلا أطلع، وهل بداني مسكين واحد ولا 30 مسكين، ومقدارة كم هي من القروش. كويس. وعندي سؤال ثاني، عندي أخوي كان عيان خلف حقنا بالوريد، وفي ناس قالوا لهم تجيب بقضي لابد بقضي اليوم اللي خطي في الحقن دي. فدائر الشيخ جدا جدا. وبعدين انا ما شغال يعني زوجه اللي بيديني القروش بتاعت الكفاره دي. الكلام ده كده صح ولا كويس؟ يعني عايز افهم. نعم. شكرا لكم. بارك الله فيك. ان شاء الله كده ربنا يرزقك الصبر الجميل على المرض بتاع الكلى ده. نعم. وما تصومي
وخذ العلاجات وبعدين تطلع الفدية. والفدية قالت هي ما شغالة زوجها بيديها وخلاص ما دام زوجك تبرع عليكي قال لك أنا بدفع عليك الفدية خلاص أقبل منه وحتى كلفية وزي عليكي. وطبعا الفدية زي ما قلنا إذا تطلع القيمة النفر 2000 جنيه يعني 60 جنيه نوزعن على 30 مسكين لأنه زي ما قلنا قبل رمضان صحن الفول بزيت السمسم والجبنة ورغيفتين ب2000 يبقى كل مسكين ندي جنيهين 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 خلاص. وبعدين على شرط أن يكونوا 30 والثلاثين يكونوا مساكين بس ده الشرط 30 والثلاثين مساكين وكل واحد من الثلاثين ندي جنيهين. نعم عندها برضه أخوها قالت أخذ حقنة بالوريد وهو شاكي في أنه هل يقضي مثلا أيوة هي طبعا الحزن في الحقنة في الوريد دي منعوها العلماء الدرب والحقنة في الوريد. وبعضهم قالوا اللي يفطر الشيء اللي بيجي بالطريقة الفم اللي بيدخل البطن وحقنة الوريد دي ما بتدخل البطن. اختلف العلماء فيها فريق منهم قالوا فيها إن فريق منهم قالوا ما بتفطر وأخوكم أدام أخذ خلاص إن شاء الله نخدته في الراية اللي قالوا ما بتفطر لكن مرة تانية ما يعملها وإذا احتاج لها سيضربها بالليل الحقنة الكبيرة بتاعت الفيتامين كبيرة كده ضربها في الوريد للزول عنده ضعف والدريب الزول عنده ضعف الدكتور قرر لي حقنة بتاعت الوريد أو دريب بيسوين بالليل ما يسوين بالنهار. أسه أخونا ده سواها بالنهار أقول له خلاص نخدتك في الراية اللي قالوا ما بتبطل الصيام ولكن مرة تانية احتاط ما تعملها سواها بالليل. نعم معنا تلفون. ألو مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معك بشير حسن. مرحب يا بشير. يا أخي مطار الشيخ إن شاء الله. اتفضل. أيوة طبعا أنا تعرف عندنا المسيحيين دي هل أكلم يجزين على طول ولا ما أقول؟ أيوة كويس. أيوة نعم نعم شكرا جزيلا. شكرا. ربنا تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأهل الكتاب اللي هم المعتنقين الديانة المسيحية والديانة اليهودية ليل طعام حلال علينا حتى الزواج والمحصنات من المحصنات يعني من النساء أهل الكتاب يعني يجوز للمسلم الزوج كتابية وناكل أكل الحلال ضبيحة الحلال أهل الكتاب أي ضبيحة قال لك الخروض ضبحوا مسيحي أو يهودي تأكل طوال والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أما غير اليهودي وغير النصراني ضبيحته ما يأكل المسلم. نعم نعم معنا سماح من الخرطوم. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله أكرم. سؤال بس عندي 3 أسئلة. نعم عايز أسأل يعني الإمام المسواك يعني قبل المغرب بفطر المسواك بجرح الصيام يعني المسواك ولا المعجون المعجون نعم وتاني عايز أسأل يعني الغنى حرام شنو الغنى الغنى كويس جدا جدا يلا وعايز أعرف تاني طبعا الليلة أنا شنو يلا غلطت نسيت إن أنا صايمة فشربتها أيوة خلاص بس عايز أعرف كيف جداً. إن شاء الله جداً. طبعا السواك زي ما ذكرنا بالمعجون ما بيبطل الصيام يعني لكن فيه إن الإن ليه لأنه زي ما قلنا زول لما خدت المعجون في سنون حزب نكهة باردة نزلت في الصدر وبعض العلماء قالوا زول إذا خدت قطرة في نخرته قطرة في عينه حس بطعم الحاجات دي تبطل الصيام وبعضهم قالوا بيبطل الشيء اللي بيوصل المعدة لكن دي ريحة كده نزلت في الصدور أي ما بتبطل الصيام لكن المسلم يعني يبتعد منها فيها شيء من الشبهات أي خير نخليها زي المعجون ده والقطرات دي نسويها بالليل أحسن أما بالنهار نسوق بالعود بتاع الأراك أو الزول يدعك الفرشة في صابون الحمام يسوق بها ممكن أي لكن المعجون ده عشان فيه النكهة الباردة دي الزول يخشى إنها تقطت زي الكحول لسا قالوا لو سوت الكحول بالنهار وحست بالطعم في الحلق يبطل الصيام والمعجون بينزل في الرئتين والهناية احتياطاً وقال ولدنا ده إن شاء الله ما بيسلمك ما بيبطل لكن تاني إذا تارت استعمل المعجون استعمله بعد السحور قبل طلوع الفجر. نعم برضو سؤال عن الغنى حرام الغنى استماع هنا طبعا العلماء المعاصرين قسموا الغنى لنوعين النوع على أغاني الهابطة المايعة اللي بتسير الغرايز
تعمل لك حليفة بالكذب وكلام بالكذب وكلمات الحادية دي منعوها. أما زي الأناشيد الوطنية والأغاني الحماسية اللي بتدعو لمكارم الأخلاق والشجاع والبطولة وصلة الأرحام وكذا دي أباحوها، لكن مش في كذب شهر رمضان بقدر الإمكان نزوغ منها. معنا الياقوت من الربع العامر، مرحبا يا الياقوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من الشيخ محمد أحمد الحسن. عندي سؤال عن خارج رمضان. نعم. أيوة. أنا كان اشتريت لي جهاز تليفون ب 230. أيوه. الجهاز أصلاً هو كان حق أنا، بعته ب 230. وش اشتريته؟ بعته أي. بعد فترة أنا يعني كان ما عندي جهاز، لقيت في السوق صدفة زي الجهاز ذاته اللي أنا بعته. اشتريته كان ب 180. يعني ما عارف يعني الكلام واضح كده. نعم نعم كويس. يعني هو عندي جهاز باعه نعم وتاني اشتراه، لقاه هو ذاته في السوق اشتراه وتاني اشتراه، ما فيه حاجة يعني ما خلال هو باعه لزول. نعم. والزول ده مش احتاج باعه لزول وهو لقاه في السوق اشتراه ما فيه حاجة. نعم نعم. نحن لو رجعنا لكلام سماح قبل سألت قالت هي نسيت الليلة وما عارفة انها هي صايمة. ايوة شربت وشربت. اي خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يبقى نعم. صيامك صحيح ما عليك قضاء ولا عليك كذا. نعم نعم. ألو مرحبا معنا تلفون تاني. ألو عليكم السلام. معكم أم شيماء من قسم القربة. مرحبا يا أم شيماء. أزار أسأل فقط. نعم تفضلي. والله أنا كنت في يوم واحد. نعم كنت يوم واحد وحامل لي شهرين فطرت ولا صايمة يوم واحد؟ أسي صايمة أنت مش؟ لا لا فطرت. نعم. فطرت يعني صمت يوم واحد وتعبتي فطرت أنت حامل. طيب. مش كذي؟ خلاص خلاص سمع إن شاء الله لقات ما أختنا دي بنتنا دي تلد بالسلامة وترضع جناها وجناها يبقى عمره 10 شهور أو أكثر ما محتاج للبنة، تجيب لها كراس تكتي فوق السنة الفاتت أنا ما صمت لأني كنت حامل وأسأل الحمد لله والذي بقى كبير، تقوم تقضي في الأسبوع تصوم 3 يوم وتكتب، الجو سخن يومين وتكتب، الجو حار يوم واحد وتكتب لغاية ما تسدد الدين عليها. بس ما عليها ما شيء, عليها شيء. طيب من المسائل أيضا شيخنا الآن التقديم تم للحج بدري. أيوة. وفي واحد بيسأل قال هو ما حج أصلا لكن أدى أمه قروش الحج كويس، وبيسأل عن هل المسألة دي فيها شيء ولا أصلا اللي يحج هو بعد ذلك حتى. أيوة. لما في حاجة ممكن حج يوم لأنه أمه كبرت وقبل ما تكبر بعدك الحي يمكن ما بتقدر تحي بنفسها، يبقى الحالة دها قروش مش التحي. وكمان إن شاء الله في المستقبل ربنا يسهر له ويمشي يحج عن نفسه. الممنوع هو الزول اللي بيحج نيابة عن أمه وهو الليلة ما حجه، يبقى في الحالة دي أول شيء زول يحج عن نفسه، بعد ذاك كان داري يحج عن والده عن والدته ممكن، لكن هو ما مش يمشي يحج، لكن أدى أمه قروش الحج وقيمة الحج وعمل لها أوراق وجهزها أمشي أدي فرض الحج والدتي. أنا السنة جاية أول بعدها بمشي ما في ما فيش. نعم. معنا تلفون تاني. ألو مرحب. ألو مرحب خليفة. ألو. طيب إذا كان خليفة ما معنا نحن نعود لبعض المسائل المهمة جدا أيضا. نحن ملاحظين أنه استخدام المناكير يا مولانا. أيوة. عند النساء. أيوة. ويعني هل المسألة دي فيها جدل كثير جدا حايم. أيوة. الآن. أيوة. نشوف الصحة كيف الناس يستخدموا المناكير وكيف يكونوا بعيدين من هذه المسألة. أيوة. حتى أنه تكون عبادتهم يعني صحيحة. أيوة. أول حاجة ما بنقدر المناكير ده ما بنقدر نقول عليه نجس ولا بنقدر نقول عليه حرام لأنه معروف صانعينه من شنو. لكن المناكير عنده عيب واحد اللي هو عيب، إذا كان المرأة المسلمة سوى مناكير في ظهور يدينا ظهور يجرينا وجاها موجب غسل واغتسلت والمناكير في ظفارينا غسل باطل باتفاق العلماء. وإذا توضت وضوها باطل وبالتالي الصلاة تكون باطلة، لازم تزيله. لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. لابد إن لم قبل يا مسلمة عشان صلاتك تكون مقبولة عند الله، لما تيجي تتوضي
عين ظهور يديك ظهور رجليك، تشيل اذا في اي مناكير تشيلي من ظهور اليدين ظهور رجليك، ولا تخلي لك نقيطه واحده، حتى لو خلت نقيطه واحده في الضفير الصغير ده واغتسلت الغسل باطل، تزيل المناكير كله بعد ذاك تغتسلي. ما بنقول عليه حرام ولا بنقول عليه نجس، لكن نقول باتفاق العلماء وجود المناكير في ظفور اليدين ظفور الرجلين ولو ظفر واحد يمنع وصول الماء إلى الظفر، والظفر من أعضاء الغسل. وفي صحيح البخاري ومسلم أن رجل توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام أبصر، والله بعدك نكمل. نعم. نأخذ التلفون عبد الرحمن من عد بابكر. مرحبا عبد الرحمن. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الله يكرمك يا أخي. الله يبارك فيك. بنسأل من الأذان الأخير بعد الزول السحر، وفي كم أذان بأذن يعني. فالواحد من سمع الأذان الأول والسحر، وفي تاني بعد فترة 10 دقائق تاني أذن الأذان الثاني. في كم أذان يعني في الحلة؟ أيوة. يعني واحد ممكن يتغيد بالأخير ولا يتغيد بالأول بس؟ أيوة فعلا بدأ يكون في لبس يعني مسايد من واحد الأذان. بعدين تاني بسأل من زكاة الأنعام، ممكن واحد برابيه للمسجد الزكاة يعني تحت المال والأنعام. نعم كويس. نعم هن ده طبعا أخواننا في زمن ده الحمد لله يسر لنا الساعات، الساعة والموبايل ده ذاته فيه ساعة. نحن الأفضل إنه نحن من أول رمضان نفتش لنا إمساكية اللي بتبين لنا الغروب ساعة كم وطلع الفجر الساعة كم، يكون الإمساكية عندك في جيبك وساعتك في إيدك وموبايلك في إيدك، ما نعتمد على الأذان. ما الأذان لأنه زي ما ذكر ما إن شاء الله وعندنا المساجد كثيرة والمؤذنين ما بيأذنوا في وقت واحد كت، تلقى واحد الأذان الأولاني أذن الساعة 4، واحدين 4:15، واحدين 4:30، واحدين 5 إلا كذلك الأذان الأخير، واحد تلقي أذن مع الوقت دق الساعة اليومين دي للفجر يطلع في النتيجة الساعة 5:18. في ناس واقفين بس قدام الميكروفون، أول ما جات عايل الساعة لقاها 5:18 يأذن طوال، واحد تلقي يجي بعد ما فات دقيقتين يتأخر وهكذا. أحوط حاجة للصائم إن يكون عندك ساعة وعندك التعرف الإمساكية الفجر يطلع الساعة كم، ما تتغير بالأذان. عايل ساعتك عايل النتيجة. الفجر يطلع الساعة 5:18، أنت لسه فاضل الساعة 5:15، ولو عطيش ده ممكن تشرب موي، لكن جات 5:18 كاك. طيب زكاة الأنعام قال يمكن أنه يتبرع بها للمساجد؟ لا، زكاة الأنعام وزكاة المال كل أي زكاة ما بيجوز نمري منها المساجد. كل العلماء اتفقوا على أن المساجد تبنى بتبرعات المحسنين من المسلمين. أما زكاة المال موزع على 8 أصناف، الثمانية أصناف دي ربنا وزعهم في القرآن، ما فيهم بناء المساجد. نعم معانا محمد أحمد النعيم من السعودية. مرحب. عليكم السلام. مرحب بك يا أبوي. أنا عندها يا مرحبا يا مرحب. ألو. نعم مرحب. معك محمد أحمد النعيم. مرحب يا أبوي. أنا عندي سؤال. أنا كنت من دفع حالي من الدخان بطلاق، وهل الطلاق أنا استجار كفتح الدخان، هل استجار هذا الطلاق يلزمني ما شاء الله؟ هاش اللي أنت سعيد وقال هو حلف قال إنه ما يدخن، حلف بالطلاق. أيوة. حلف بالطلاق. هل في حالة زي لو رجع الطلاق يكون وقع؟ أيوة. هي طبعا الحليفة بالطلاق والحاجة أخواننا ممنوعة، لأنه حليفة بغير الله، والحليفة بغير الله ممنوعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحمد لله رب العالمين ما جرت عليه الفتوى هسه عندنا في مجمع الفقه الإسلامي، حتى في جمهورية ناصر بلاد الشام اتفق العلماء على أن الحليفة بالطلاق سموها يمين المسلمين، ما بقع بها طلاق، لكن يلزم الحالف إن يطعم 10 مساكين. زول قال عليه بالطلاق ما يسوي الشيء الفلاني وجسوا، يبقى في الحالة دي مطلوب منه نمرة واحد يستغفر لأنه حلف بغير الله، نمرة اثنين يطعم 10 مساكين ما في طلاق واقع. نعم. يبقى نقول له أخونا ده أطعم لك 10 مساكين واستغفر وتاني ما تحلف بالطلاق. نعم معنا أم إبراهيم من السعودية. ألو مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير إن شاء الله. تفضلي. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا الأذان بأذن كان الساعة
خمسة الساعة خمسة إلا خمسة. نعم. فأنا قمت اليوم أديت الساعة خمسة إلا خمسة فجأة كده صحيت من النوم ولقيت نفسي عطشانة شربتها. وانتظرت مسافة كده ده الأذان حق الصبح خلاص أذان. مش أذان الناس قاموا الصلاة. أيوة. بعد خمسة دقائق صبر الليل بعد خمسة دقائق. قمت ثاني يوم أيوة أذان الصبح. لا أنت كده الصبر شوف خليكي معانا. أنت قلت صحيت الساعة خمسة وخمسة وشربت الموية خمسة إلا خمسة وشربت الموية بعد خمسة دقائق أقام الصلاة. أي بعد خمسة دقائق بس يعني لا ما خمسة دقائق بعد أظن ربع ساعة تانية. أيوة خلاص خلاص يبقى فهمي. أها أنا قمت ثاني يوم عينت لقيت الساعة الأذان بيأذن الساعة خمسة إلا سبعة دقائق. ده الأذان الأولاني والله الآية كده أنا علي شنو؟ سمع هاي كويس. نعم. أول حاجة من أول رمضان الفجر بيطلع بعد الساعة خمسة وعشر دقائق. أي يبقى أختنا دي ذا ساعتها مضبوطة وشربت الساعة خمسة إلا خمسة صيام صحيح 100%. أما إذا كان ساعتها مقدمة أو مؤخرة عاد بقى شيء تاني. لأنه الفجر الساعة اليوم الفجر بيطلع الساعة خمسة. هي في السعودية. هي ما في السعودية. آه في السعودية. هي في السعودية قالت إنه الفجر هناك خمسة إلا خمسة. أيوة. أصلاً هي عارفة الوقت. الفجر خمسة إلا خمسة. نعم. وهي صحت من النوم خمسة إلا خمسة وشربت الموي. يبقى معناته شربت بعد طلوع الفجر. يبقى نقول لأختنا مسكي ما مسكت اليوم داك كملتيه لكن عاد بعد العيد تعيدي لك يوم لأنه كنت قايل كلامه هنا في السودان. لا ما في السودان في السعودية. لا خلاص أصلا أنت بعد العيد أخذنا صومي لك يوم لأنك شربت سهوا خطأ بعد طلع الفجر. نعم نعم. مشاهدينا الكرام سنعود بعد الفاصل لنواصل معكم برنامج فتاوى. نحن من جديد بنرحب بمشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى. لفت انتباهنا الزول القبيل اللي قال يا شيخنا انه زكاة المال وزكاة الانعام يجوز التبرع بها لبناء المساجد. الحاجة دي هي ظاهرة الآن. أيوة. يمكن يكون في ناس عندهم أموال كثيرة جدا بالذات من بعض دول برا والمغتربين. أيوة. عندهم أموال كثيرة جدا جدا. أيوة. بيقوموا بيحولوها على سنه يتم بناء مساجد بها من خلال هذه الزكوات. المسألة دي إلى أي مدى هي صحيحة؟ أيوة هي طبعا إنه كل العلماء اتفقوا على أن المساجد تبنى بتبرعات الخيرين من المسلمين. ما من مال الزكاة. يعني زول صدقات ما شاء الله وربنا وسع عليه في المال طلع زكاة ماله. زكاة المال دي تتوزع على الأصناف الثمانية المذكورين في القرآن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أما المساجد نتبرع من غير الزكاة. نبني المساجد بالتبرعات غير الزكاة اللي هي الصدقات فيها. الصدقات هي بس مال الزكاة سواء كان زكاة عروض تجارة أو ذهب أو فضة أو ماشية أو زرع دي ما تتبني منها المساجد على الإطلاق. ولا توصان المساجد من مال الزكاة. مال الزكاة ربنا وزع على ثمانية أصناف. الثمانية أصناف دي ما فيهن المساجد. وده برضو فيه فائدة لأنه عشان أنت حق الله ده الزكاة
تديله محله والمسجد تتبرع عشان تأخذ صدقة جارية. أي بناء المسجد ده ساهمت بطوبة واحدة في بناء المسجد، ثوابك يمشي طالما المسجد ده واقف. نعم. معنا تلفون. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. مولانا كيف الحال؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيكم ونفعكم بما تفعلون. بارك الله فيك. تفضل. عندي السؤال الحقيقة مولانا، أنا بسأل إنه أثناء الصلاة دائما الحمد لله أنا من المؤدين للصلاة من الصبح لحتى العشاء في المسجد. تقبل الله. يعني دائما أنا بسرح في الصلاة. أيوه. بعد التكبيرة وبعد ما أخش في الصلاة يعني. إذا كانت سرية أو جهرية، المهم أنا بسرح كثير جدا يعني بخش في مواضيع كده وبتذكر حاجات حصلت وبتذكر في حاجات حتحصل وكده يعني إلا مع التكبيرة مع الإمامة وكده حتى أقوم أرجع للصلاة ثاني. كلام. عندي سؤال ثاني. نعم. إنه عندي إذا كان مثلا جرح في جسمي، هل ممكن أنا أخش أو بنزف هو كل ما مرة مشي يعني بعمل له غيار وكده، هل ممكن أخش الجامع وأصلي طوالي كده بالجرح بتاعي ده ولا ما ممكن؟ نعم. كويس. نعم. شكرا يا أمجد. أي بالنسبة للخشوع في الصلاة، طبعا خشوع يعني مطلوب في الصلاة، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن الشيطان الله يلعن ما عدو لدود للمسلم. هسه أنت تكون قاعد لا سرحان ولا بتفكر في مشاريع ولا شيء، أول ما الله أكبر تجي المشاريع بقى في راس الزور. العلماء قالوا أقل الخشوع هو ساعة تكبيرة الإحرام، الزول يكون حاضر القلب ساعة ديك، ساعة ما رفعت إيديك ونويت تصلي، نويت تصلي شنو ظهر عصر ورا الإمام فز إمام، في الساعة دي يكون حاضر القلب الله أكبر. ده أقل الخشوع. بعد كده سرحت ومشيت وجيت وسرحان وكده والركوع والطمانينة والقراءة تمام، الصلاة تمام، أديت الفريضة. لكن الثواب عاد زي الرسم البياني يطلع وينزل، لول سرح بالطريقة دي. لكن برضو في علاج للصلاة دي، أجا واحد من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد يلبس علي صلاتي، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له قنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادفل على يسارك سلاسا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يبقى نقول لأخونا لما تيجي تقف في الصلاة بشيش كده يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أنت بر من المسجد في البيت لكن قال بصلي الأوقات الخمسة في المسجد بس اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكده بشيش اتفل أي تتفن تحيل بصدر رجلك اليمين ليه تحيد كده الصحابي رجل الشمال على رجل الشمال. أيوه. وإن شاء الله زي ما الصحابي ربنا أسهب عنه ربنا يسهب عنك السرحان كثير، لأنه من شيطان اسمه خنزب بيوسوس للناس في الصلاة. طيب سؤال ما بعيد من الصلاة اللي هو قال زول هو بيصلي يعني صلي دار يصلي ولابس الملابس أصلا كان يعني أثناء ما سل يعني جنابة يعني مثلا في جنابة مثلا هاي هي طبعا مثلا الملابس إذا كان فيها نجاسة طبعا يغيرها ويلبس غيره أو يغسل يزيل مكان النجاسة ده. نعم. طبعا الطهارة شرطي في صحة الصلاة وثيابك فطهر. نعم. يبقى إذا ما مطمئن ما في نجاسة يصلي بملابسه دي. نعم. أي ما في ما في حاجة. أخونا عندي سؤال تظن هو سؤال تاني إنه قال الجرح بينزف. أيوة طبعا هنا دل الجرح إذا كان زول إيده مجروحة يكون الجرح إذا بينزف لابد أن بلصاق لصقة أو بشاش يربطه، ولما يتوضى يتوضى يغسل السليم ويمسح على الشاش على الجبيرة اسم المسح على الجبيرة ويصلي. لكن إذا كان الشداء النزيف بتاعه ينزل في الواطف في المسجد يبقى لا، هاي اللي احنا لازم ما نخلي الجرح ده نربطه عشان ما ينزف وكده. لكن إذا النزيف داخل الشاشة دي مربوط ونزة كده ما بيأثر في الوضع طالما انك توضيت مسحت عليه. نعم. معنا ام محمد من ام درمان. مرحب. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله اكرم. بزار الشيخ. نعم تفضلي. عندي بنتي كان عندها سنتين ما صامتهم، كان عمرها زي 12 سنه وجب على الصيام، فكانت يعني ما شفتها ما قادره ما صام، والسنه التاليه كانت الثامنه ممتحنه. فالسنتين دين ما صامتهم وتاني التصوم يعني الحمد لله لحد الآن كويس. نعم. أيوة. نعم. فبدأ سؤال تاني. نعم.
خارج عن رمضان الشهر العظيم، فبيزعلوا انه مثلا الحوائج لو زالوا منا شالوا منا يعني حرام او يعني. شكرا لك. نعم بارك الله السلام. الحي البنيدي طبعا عمرها 12 سنة وبلغت وجب عليها الصيام، لكن عشان تعبت في الصيام أهلها نصحوها تخلي الصيام دي السنة الأولى، تعبت تعب شديد وكذا، إذا تعبت تعب شديد خالص وما قدر التواصل بالرغم أنه الصيام واجب عليها، يبقى في الحالة دي كانت تفطر يوم وتصوم يوم، لكن أكلت الشهر كله. السنة الثانية كان عندها امتحان وخلت الصيام من أجل الامتحان، لكن هنا في خطأ يا أخواننا. البدي بلغت السنة الفاتة عفينا من الصيام لأنها تعبت، وتاني السنة الثانية كان المفروض تصوم طوالي، وبعدك الامتحان ما بيتعارض مع الصيام، والامتحان غالبا بيكون الساعة 10 الساعة 11 12 خلاص. والزول الساعة الطالب لما يمشي يمتحن الصباح يشيل كراساته ومسطرته بيشرب الشاوي يفطر ويمشي للامتحان، ما بيجي إلا ساعة واحدة يجي للفطور وعلى الغداء، يبقى ما بيتعارض يعني، كان المفروض تسحر كويس تخليها تشبح في السحور وتصبح الصباح تمشي لامتحانها وتكون صايم. نعم حس على الخلاصة في الحالة دي بتنا دي يعني تستخبر لأن رمضان فوتته، تجيب لها كراس تكتب فوقه أنا علي دين رمضانين 60 يوم وتستخبر، ونخدها في أخف المذاهب منها تقضي 60 يوم بلا أقصار. نعم. بعد العيد أسع ما صايمة الشهر ده، وعند رمضانين ما صمتهم بعد العيد تنجمع شوي بأسبوع وتقوم طوالي تجيب الكراس تكتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم على يدين شهرين سنتين ما صمتين. نعم. تبتدي تقضي في الأسبوع تصوم 3 يوم يومين 3 يوم لقد مسد يدين. نعم. عليها. نعم. بس عندها باقي سؤال، لكن بعدنا نرد على عبد العظيم من السعودية. مرحب بيس. ألو مرحبا عبد العظيم. طيب عبد العظيم لو معنا، هي سألت أم محمد دي من قالت إزالة بعض الشعر من الحواجب. أيوة هي طبعا هندا الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولذلك كل العلماء أنا تتبعت فتاوى علماء العالم الإسلامي كلهم اتفق على أن الحديث غائم ما منسوخ وحكم غائم اللي هو ممنوع إزالة الحواجب ولا جزء منها قالوا ممنوع استيصالة يعني شيله بالكلية، وممنوع ترقيقة وممنوع كمان زيادته بقلم الدلالة والحاجات بيسوي النسوان ده. والحواجب دي أخواتنا النساء هي زينة، ربنا خلق زينة للوش، وبعدين شوف شعر الزول بيطول الشعور كلها تطول ما عدا شعر الحواجب ما بيزيد ثابت زينة للوش، وأخير نخلي خلقة ربنا لحاله. لكن الإمام النووي قال إذا كانت واحدة من البنات ظهرت الحواجب بتاعتها بصورة يعني غزيرة جدا أو مقرونات ملفتة للنظر وأي زول يركز نظره عليها لأنها شزت من حواجب النساء العاديات وسببت لها حرج، قال في الحالة دي تهذبها لقد ما تكون زي حواجب النساء العاديات. نعم. أما المرأة الحواجب عاديات ما تهبش خالص. نعم معنا أم علي. مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. الله يسلمك. رمضان كريم. الله أكرم. أنا بسأل من الحنة في الحمية. بسأل من الحنة في شهر رمضان. كويس. الحنة. الحنة. سم. حنة الشعر والحنة في الرجلين. نعم كويس. نعم نعم. شكرا. الحنة طبعا الحنة ده ما فيها حاجة ممكن نسويها في رمضان، لكن الحنة دي لما أخوتنا المسلمة تقعد تتحنن بتسوي ريحة قوية سيما السروتية والمحلبية ريحتها نفاذة وقوية جدا، ولذلك ننصح أخواتنا إذا كانت الحنة دي بدون الريحة القوية دي ما في مانع، وإذا كان لابد من الريحة القوية دي سواء مع الحنة سوينا بالليل أي. وإذا كانت الحنة في الشعر بدون ريحة ما ممنوع سويها، لأن ما من الحاجات اللي بتتخلل تجي في الصدور بتتخلت في الشعر ما ممنوع. الحنة ما ممنوع سواء كان في اليدين أو في الشعر، بس ما يكون معاها الريحة الفياحة القوية السروتية المحلبية القوية ديك.
وإذا اضطرت تسوي الريحة القوية سوينها بالليل احتياطي. ودائما المسلم يحتاط يبتعد من الشبهات اللي بتأثر في الصيام. ما بتبطل الصيام حتى لو بالريحة، لكن الزول بقدر الإمكان احتاط. نعم. البعد من الشبهات أحوى. نعم. هنا أخوتنا اللي كان سالت على الحواجب في نقطة داري ضيفة ذكر الإمام النووي قال إذا كان المرأة يجوز إنه إذا قام لها شعر في وشها دقن في شنب حيد قال يجوز تزيله بأي وسيلة كان ما عدا الحواجب. نعم هاي. نعم. طيب في سؤال تاني قريب من الموضوعات الخاصة بالريحة التي ذكرناها دي. هاي. الآن يعني في ناس بيشتروا في بخاخ في الصيدليات، بخاخ دي معطر للفم، ريحة الفم. أيوة. وهل المسألة دي بيسألوا منها الاستخدام في الصيام فيها؟ يعني يسووها صايم مثلا زو صايم هاي. هاي لا لا في صايم لا. هن ده حتى الفقهاء الشافعية قالوا يكره السواب بعد الزوال. ليه يا الشافعية؟ قالوا لأن السواك بعد الزوال بيزيل رائحة الخلوف اللي هي عند الله أطيب من ريح المسك. مطلوبة يعني. ربنا في الحديث القدسي قال ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. والسواك بعد الزوال بريح يزيل رائحة الخلوف، ولذلك فوقها الشافعية قالوا ممنوع السواك بعد الزوال. يعني حتى الناس اللي بيشوفهم. أما المالكية قالوا يجوز في كل نهار رمضان. نعم. يبقى إذن البخاخ ده لو سويناه في نهار رمضان حيزيل رائحة الخلوف. يبقى لنا خليه تعارض معنا. آي آي. معنا أم علي من الخرطوم. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم شيخنا. مرحب بك. بسأل الشيخ محمد حسن. مرحب تفضلي. أنا توفى عن زوجي يوم 25/5. أيوة. سمع الله يرحم يغفر له. الحمد. تفضلي. متى بتنتهي العدة؟ أيوة كويس. أكتب كده 25/5. إن شاء الله. أي 25/5. أنا برجع البيت وأجيب المفكرة بالشهور العربية وأضربها. باكر إن شاء الله نرد عليك بيها. إن شاء الله. خليك باكر معانا. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله شكرا. جزاك الله خير. بارك الله. طيب أيضا في باب الدعوة، يعني في حديث يقول بلغوا عني ولو آية. أيوة. والآن نحن ملاحظين أنه في ناس عندهم القدرة أنه يدوا بعض الدروس أو يكونوا حافظين. أيوة. لكن في بعض الأحيان في ناس بيسألون باعتبار أنهم هم ناس مرجعية أو أيوة. ناس عندهم القدرة على الرد أو الفتوى. أيوة. والظاهر دي الآن منتشر في بعض الأحيان. أيوة. صح. لرد الحرج عن هؤلاء فعلاً. يلا الفتوى بدون علم في الدين خطر وخطر جدا يعني. ولذلك من العلم أنك لو سئلت بحاجة ما بتعرف أقول الله أعلم. من العلم أنت وقل ما لا تعلم الله أعلم. وبعدين كذول بيفتي بدون علم ده بيكون كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي القرآن ربنا برضو حذرنا، قال تعالى في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. تحذير وعيد شديد. يبقى لذلك نصيحة، الزول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود قدرته وإمكاناته، والشيء سئل عن شيء ما بيعرفه ما يفتي به. وبعدك مش يذول قرأ له حديثين وحديث وعد يفتي له. خاصة العلوم، انت ممكن حاجة في فضائل الأعمال، حديث في فضائل الأعمال بيحس على الصدقة بالناس. على مكارم الأخلاق، على صلة الرحم ممكن تقراه تولي، لكن الحديث بيحتاج لاستنباط من الأحكام. لابد أنك ترجع لأقوال العلماء. والزول أنت دائر تكون فتواك صحيحة 100%، أي مسألة لازم يكون عندك مرجع لأقوال العلماء، علماء الأمة تنقل منهم. نحن هسع ما علماء لكن بننقل عن العلماء. نعم. معنا محمد عثمان من مدني. مرحبا يا محمد. ألو محمد عثمان. ألو. طيب نحن لو ما معنا محمد نرجع لمسألة تانية اللي هو بيسأل منا عدد من الناس. أيوة. سجود السهو، يعني المسألة هي شوية يعني فيها أيوة. عدم وضوح، يعني الناس ما قادرين سجود السهو. أيوة. الواحد زايد واحد يكون ناقص. أيوة. الصلاة. أيوة.
كيف يعمل سجود السهو؟ كويس. مرات الناس مع الجماعة سامع سجود السهو ده موضوع طويل أنا بتكلم فيه، ولكن لو جات محادثة ثبتني عليه. نعم سجود السهو أولا الحالة الأولانية زول بيصلي في الظهر مثلا جه في الركعة الرابعة شك دي الرابعة دي الثالثة تردد في الحالة دي يبني على الأقل يقول بقلبه دي الثالثة ويقوم يجيب لركعة بالفاتحة وسر ويركع يسجد يقرأ التشهد ويسلم بعد ما سلم يسجد للسهو بعد السلام ليه؟ لاحتمال الركعة الجابة دي تكون خامسة يزول الحرج فيها بسجود بعد السلام هذه طريقة. الحالة الثانية مثلا زول ويصلي في الظهر قرأ الفاتحة ونسى السورة وراح راكع يقول في الحالة دي ما يرجع لقراءة السورة من الركوع يرفع سمع الله لمن حمده يواصل صلاته بعد ما يتم صلاته يسجد للسهو قبل السلام لأنه نقص لما ترك السنة السورة يبقى السورة مكونة من ثلاثة سنن قراءة السورة سنة والزمن اللي بيجي يقرأ فيه السورة سنة وكون في صلاة الظهر سنة يبقى ترك له ثلاثة سنن يبقى يسجد للسهو بعد السلام بعد ما يتم صلاته نعم. لأنه ترك قراءة السورة نعم. معنا أم سلمة من الرهد مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل الشيخ محمد أحمد الحسن. نعم تفضلي. يلا أنا قبل 10 سنوات سحبت لي قروش من زول. أيوة استلفتيه من القروش أيوة سمع يعني سحبت سحب يعني سحبت من البنك يعني أيوة من زول يعني سرقتين يعني مثلا نقول أخذتين بدون وجه حق شمال وسرقتين وقمت من الـ من الـ من القروش ذاته كفيت بدين دين حقك اي كفيت بدين لزول تاني سدي بدين والزول ده عرف انه القروش مسروقة قام رجع لصاحبه ايوه رجع القروش يا صاحب القروش اي والقروش استركته ده ذاته وقمت خديته في مكان اصحابه لقوهم وشالوه يعني ما صرفت من القروش دي ولا حاجة ايوه معناته القروش شلتيها رجعت باللي أهلها بطريق غير طريقك مش كده؟ ويلا أنا قمت حلفت يعني حلفت في الحتة دي قلت لهم أنا ما شلتها أيوة فهنا يعني حكمي حقهم في النهاية رجع لهم يعني حقهم رجع لهم حقهم رجع لهم لكن أنا حلفت يعني حلفت هي وقع في حرج كبير كويس نعم. خلاص نرد على السؤال أول حاجة بنتنا دي أخطأت إن خدت قروش من زول بدون وجه حق دار سدد ودين لزول الزول عرف إنه القروش دي جات من فلان مش رجع عليه وحقه يعني قروش اللي شالت من الزول رجعت لحقه لكن بنتنا دي زنقوها قامت حلفت نعم قالت أنا ما شلت القروش دي وهي شالتها دي طبعا تعتبر شهادة زور وشهادة الزور معناته الزول يحلب عليها حاجة حصلت في الماضي بالكذب ودي حصلت في الماضي شالت القروش دي بدون وجه حق ولما زنقوها حلفت إنها ما شالتها يبقى إذا شهادة زور مطلوب من بيتنا دي ما دام القروش رجعت لها أصحابها مطلوب منك بس استغفار شديد جدا استغفر استغفار شديد وتوبة وندم شديد وإنك مرة تاني ما تحل فيه وخلاص ربنا يبغى التوبة من عباده نعم إن شاء الله طيب في الصلاة ما دام الحق رجع لي صاحب نعم في صلاة المسبوق يا شيخنا ذول فاتت الصلاة رباعية أيوة ويعني أدرك رقعة واحدة كويس كيف يتم الثلاث رقعات أيوة هنا ده عندنا المالكية عندهم قاعدة القاعدة بتقول ما أدركتهم على الإمام فهو آخر صلاتك وما فاتك فهو أول صلاتك تقضي الأغوال وتبني الأفعال دي لأنه حفتي على مسوى المالكية عشان ما لخبط الناس زول حصل الرقعة مثلا نقول في صلاة العشاء حصل الرقعة الأخيرة من صلاة العشاء مع الإمام أول إمام ما سلم وهو يجيب عليه حيله الرقعة الحصلة مع الإمام دي رقعة الرابعة الأخيرة حيقوم يجيب أول رقعاته يجيب رقعة بالفاتحة وسورة وجهر ويركع يسجد يقرأ التشهد لأنه بيبني في الأفعال على كل راس رقعتين يقرأ التشهد تاني يقوم يجيب الرقعة الثالثة بالفاتحة والسورة وجهر ويركع يسجد ما يقرأ التشهد يجيب الرقعة الرابعة بالفاتحة وسر ويقرأ التشهد يسلم يبقى لما نجي نحاسب نقصنا رقعتين بالفاتحة والسورة ورقعتين سر الرقعتين السر الحصلة مع الإمام والرقعة الرابعة جابة بعد ذلك نعم نعم طيب بالنسبة لسجود السهو زول لو سهى أو يعني مثلا سهى إنه ما رقع قام طوالي سجد
قرأ السورة والحمد وسورة وبدأ يركع قام سجد طوال. نعم. وبعدين هو في السجود يتذكر إنه ما ركع. نعم. يروح طوال يخلي السجود يجيب عليه حيله. يقرأ لي آية من القرآن ويجي في احتد الغائمة يقرأ آية من القرآن. بعد ما نزل تحت. أي بعد ما نزل تحت. ما هو قرأ الفاتحة والسورة بدل ما يركع. هو ركع لكن ما رفع مش كذي والله ما ركع خالص قال الفاتحة والسورة طوال نزل للسجود هو ساجد يتذكر انه ما ركع طوال يقوم يجيب مستحتج القائم يقرأ آية من القرآن ويركع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ويواصل سجوده بعد ما يسلم يسجد للسهو بعد السلام زيادة. للسجود الجاب قبل الركوع ده زيادة ده يعتبر زيادة ليه ليه يجيب علي حيل ويقرأ آية لأنه قالوا لابد الركوع يأتي من قيام ويأتي بعد قراءة لأنه هو قرأ وسجد يبقى يرجع ما يرجع يركع طوال لازم يحتاج الغايم ويجيب يعني يجيب ركعة بدله يجيب آية آية ويركع ويرفع ويوصل صلاة. نعم شكرا جزيلا الشيخ محمد أحمد حسن على الردود للمشاهدين الكرام. غدا إن شاء الله تجمعنا حلقة أخرى من برنامج فتاوى وحتى الملتقى لكم أطيب التحايا من الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.